مهندس احمد فكري محمود، مركز شبكه معلومات جامعه اسيوط. يا ريت حضراتكم لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وتفعلوا زر الجرس وتشتركوا في القناه عشان يصلكم منا كل جديد. سنشرح في هذا الفيديو باذن الله تعالى الجزء الثاني من تعقيبنا على ملزمه الدكتور خالد البطل في مواد التحول الرقمي والمعرفة باسم ملزمة 19 سبتمبر، وذلك في مادة قواعد البيانات الأكسس. ولا يفوتني أن أشكر الدكتور خالد البطل على هذا المجهود، وربنا يجعله في ميزان حسناته. سؤال 22: لإنشاء علاقة بين جدولين يجب أن يشتمل الجدول الرئيسي على حقل يتطابق مع حقل المفتاح الأساسي في الجدول الرئيسي. خطأ. طب الإجابة تمام، إزاي هنا بيقول هنا الجدول الرئيسي والجدول الرئيسي؟ ما ينفعش طبعا. المفروض لإنشاء علاقة بين جدولين يجب أن يشتمل الجدول التابع على حقل يتطابق مع حقل المفتاح الأساسي مع الجدول الرئيسي، يبقى دي المفروض الجدول إيه؟ التابع. عشان نتأكد من الإجابة حضراتكم هنذهب لصفحة 63. من شروط إنشاء العلاقة بين جدولين يجب التأكد أن كل الجدولين المراد إنشاء علاقة بينهما يشتمل على حقل أو حقول متشابهة في كل شيء. يجب أن تعرف من سيكون الجدول الرئيسي ومن سيكون الجدول التابع. يبقى لما اجي اعمل علاقه بالجدولين حضراتكم، علاقه 1 تو 1 او 1 تو ميني، فلازم يكون في جدول رئيسي اللي هو البرايمري وفي جدول ايه؟ تابع ريليتيف. عشان كده اجابه الدكتور خالد البطل تمام. سؤال 23: تعرض طريقه عرض النموذج البيانات الفعليه. الاجابه تمام، هنلاقيها صفحه 68 بالمقرر الجديد. في هذه الفقره بيقول لي حضراتكم يمكن فتح النماذج مثل الجداول والاستعلام بطريقتي عرض. طريقه عرض النموذج التي تعرض البيانات الفعليه، يبقى طريقه عرض النموذج هي اللي بتعرض البيانات الفعليه. الله ينور. سؤال 24: تحديد نوع البيانات لهذا الحقل برابط المواقع او البرنامج، ارتباط تشعبي هايبر لينك. الإجابة تمام زي الفل، بس في ملحوظة عايزين نقولها حضراتكم اللي هي صفحة 56. في هذا الجدول أنواع البيانات في الأكسس، لازم نعرف أنواع البيانات دي. نوع البيان نص يعني حروف أو أرقام لا تدخل في عمليات حسابية. ترقيم تلقائي لإدراج رقم تلقائي لكل سجل يضاف إلى الجدول. تاريخ ووقت رقم للحقول التي تتدخل في العمليات الحسابية. ولازم نحفظ باقي الجدول، عملة عبارة عن إيه وكذا. في إجابة السؤال 24: ارتباط تشعبي هايبر لينك، تحديد نوع البيانات لهذا الحقل برابط لموقع او برنامج، جاب النص في سؤال 24. في ملحوظه مهمه في الجدول ده، نوع البيانات اللي هو ميمو، دي نص طويل حوالي 60,000 حرف، لازم نحفظ الرقم ده عشان بيجي سؤال في الامتحان برضه. بس عايزين نفهم ملحوظه مهمه، ان نوع البيانات مذكره ميمو ده كان موجود في اوفيس 2010، لكن في اوفيس 2016 ميمو ده مش موجود. في حاجه اسمها لونج تكست، يعني لو شغلنا الاكسس معانا الجدول ده حضراتكم، هنروح لوضع التصميم، هتلاقي نوع البيانات داتا تايب. لو فتحت اي واحد منهم كده انواع البيانات هلاقي عندي هنا في شورت تكست وفي لونج تكست، نمبر، ديت اند تايم، كرنسي، وفي عندي برضه حضراتكم الهايبر لينك. دي انواع البيانات الموجوده هي في الاكسس، فمش هتلاقي فيهم حاجه اسمها ميمو. ميمو دي كانت موجوده في اوفيس 2010، كان في نوع البيانات اسمه تكست والنوع الثاني اسمه ايه؟ ميمو. في اوفيس 2016 استبدلوا ميمو بلونج تكست، والتكست استبدلوها بكلمه شورت تكست. دي معلومه لازم ايه؟ نعرفها. بس بتيجي في الامتحان حضراتكم بهذا ايه؟ الاسم اللي بيقول لي ايه؟ ميمو. عباره عن نص طويل حوالي 60,000 حرف ولا 6,000 حرف ولا 60 ولا 6، يعني سؤال بالشكل ده يعني، فلازم ده نحفظه. ميمو اللي هو اللونج تكست. سؤال 25: يمكن استيراد البيانات في اكسس من قائمه شير بوينت. صواب، الله ينور. الاجابه تمام، هنلاقيها فين؟ صفحه 51. يمكنك استيراد البيانات من ورقه عمل اكسل او من جدول في قاعده بيانات اخرى في اكسس او من قائمه شير بوينت. الله ينور. يمكن اعداد نماذج قابله للعرض وتعديل البيانات باستخدام اكسس بيجز. الاجابه تمام، هنلاقيها صاد كام حضراتكم؟ صاد 12. ايضا هناك تطويرا كبيرا في تقنيه صفحات الاكسس لاكسس بيج، والتي اصبحت تمكنك من اعداد نماذج قابله للعرض وتعديل البيانات من خلال شبكه داخليه او حتى من خلال الانترنت. يبقى تمكنني الاكسس بيج من اعداد نماذج قابله للعرض، اعداد نماذج قابله للعرض وتعديل البيانات. كده الاجابه تمام. سؤال 27: استعلام اجرائي هو استعلام يجري تغييرات على العديد من السجلات في عمليه واحده فقط.
لما تلاقيها الاستعلام الإجرائي ده تعريفه موجود بالنص في المقرر صفحة 72. الاستعلام الإجرائي هو استعلام يجري تغييرات على العديد من السجلات في عملية واحدة فقط. نفس التعريف ده بالضبط، يجري تغييرات على العديد من السجلات في عملية واحدة فقط. سؤال 28، تستخدم الاستعلامات البارامترية لحساب وإعادة بناء البيانات. الإجابة خطأ، الله ينور عليك. ليه؟ عشان ده حضراتكم تعريف الاستعلامات الجدولية وليست الاستعلامات البارامترية. تعريف الاستعلامات الجدولية تستخدم لحساب وإعادة بناء البيانات. عشان نتأكد طبعا هنروح صفحة 73. الاستعلامات الجدولية تستخدم الاستعلامات الجدولية لحساب وإعادة بناء البيانات. يبقى الاستعلامات الجدولية لحساب وإعادة البيانات، الجدولية وليست البارامترية. يبقى كده الإجابة تمام، الله ينور. سؤال 29، في طريقة عرض التخطيط يظهر تسجيل التقرير أسفل تسجيل الصفحة. خطأ، الإجابة تمام، الله ينور. ليه حضراتكم تمام؟ عشان في طريقة عرض التخطيط يظهر تسجيل التقرير فوق تسجيل الصفحة وليست أسفل. طب عشان نتأكد من الإجابة دي هنلاقيها صفحة كام حضراتكم؟ صفحة 79. بيقول لي حضراتكم ملاحظة، في طريقة عرض التصميم يظهر تسجيل التقرير أسفل تسجيل الصفحة، ومع ذلك في كافة طرق العرض الأخرى، طريقة عرض التخطيط على سبيل المثال أو عند طباعة التقرير أو معاينته، يظهر تسجيل التقرير فوق تسجيل الصفحة. يبقى طريقة عرض التخطيط يظهر تسجيل التقرير فوق تسجيل الصفحة. طريقة عرض التخطيط يظهر تسجيل التقرير فوق تسجيل الصفحة وليست أسفله. عشان كده الإجابة تمام. ولازم نخلي بالنا في طريقة عرض التصميم يظهر تسجيل التقرير أسفل تسجيل الصفحة. عرض التصميم يظهر تسجيل التقرير أسفل. نخلي بالنا من الحاجات دي عشان دي موضع أسئلة وناس كتير بتغلط فيها. يبقى إجابة الدكتور خالد البطل في سؤال 29، الله ينور عليه. تمام. سؤال 30، يصل طول نص المذكرة إلى 660 60 6000 60000 حرف. ده اللي إحنا قلناه على حضراتكم من شوية اللي هي 60000. الإجابة تمام. سؤال 31، يشترط باسم الحقل ألا يزيد طول رموزه عن 64 حرف. الإجابة تمام زي الفل. هنلاقي الإجابة صفحة 55. يشترط باسم الحقل أن لا يزيد طول رموزه عن 64، لا يبدأ بفراغ، لا يحتوي على أي من أي علامة خاصة من دول. فلازم نحفظ دول حضراتكم شروط كتابة اسم الحقل. في السؤال ده جاي لا يزيد طول رموزه عن 64 حرف. سؤال 32، يتشابه أسلوب إدخال البيانات في طريقة عرض ورقة البيانات مع ورقة العمل إكسل. دي تمام صواب. 33، يكون مقطع رأس الصفحة في بداية كل مجموعة جديدة من السجلات. طبعا خطأ، رأس الصفحة المفروض في بداية كل صفحة مش بداية كل مجموعة. ده نتأكد منها حضراتكم صفحة 78، رأس الصفحة في أعلى كل صفحة، لكن رأس المجموعة في بداية كل مجموعة جديدة من السجلات. تمام، الله ينور. سؤال 34، عند الرغبة في حذف البيانات بسهولة مع عدم التأثير على الجدول الرئيسي، يكون ذلك في علاقة واحد لواحد، 1 to 1. الله ينور، الإجابة تمام. اللي جاي إن شاء الله صفحة 64. يمكنك استخدام علاقة 1 to 1 في حالة حفظ بيانات مؤقتة وحذفها بسهولة دون التأثير على الجدول الرئيسي، مع عدم التأثير على الجدول الرئيسي. يبقى الإجابة تمام. سؤال 35، تنسيق عرض ورقة البيانات يكون أكثر جاذبية من عرض النماذج. الإجابة خطأ. كده تمام، المفروض العكس. المفروض عرض النماذج هو أكثر جاذبية من عرض ورقة البيانات. طب عشان نتأكد نلاقيها صفحة 68. تتيح لك النماذج عرض بيانات سجل واحد في كل مرة، وذلك بتنسيق أكثر جاذبية من عرض ورقة البيانات. يبقى النماذج أكثر جاذبية، عشان كده الإجابة هي خطأ. يبقى الإجابة تمام. سؤال 36، نظام إدارة الملفات هو مجموعة من البرامج يمكن استخدامها في إنشاء ومعالجة قاعدة البيانات. الإجابة خطأ. تمام، خطأ ليه حضراتكم؟ لأنه ده عشان المفروض ده تعريف نظام إدارة قواعد البيانات، نظام إدارة قواعد البيانات وليست نظام إدارة الملفات. طبعا لو نظرنا في صفحة 14، نظام إدارة قاعدة البيانات هو مجموعة من البرامج التي يمكن استخدامها في إنشاء ومعالجة قاعدة بيانات ما. الله ينور. 37، يسمى عدم تكرار البيانات داخل قاعدة البيانات بتجاوز البيانات. تمام، الإجابة زي الفل. سؤال 38، التقارير هي كائنات عرض وطباعة البيانات بأشكال وطرق تنسيقات متنوعة. التعريف هتلاقيه بالنص صفحة 38. التقارير هي كائنات عرض وطباعة البيانات بأشكال وطرق وتنسيقات متنوعة.
تمام. سؤال 40: يقوم محلل النظم بتحديد كافة البيانات وعلاقاتها ببعضها والقيود المفروضة عليها. هنلاقيها الإجابة دي بالنص في صفحة كام؟ 25. محلل النظم، مسؤولية إيه محلل النظم؟ هي تحليل متطلبات الجهة التي سوف تستخدم النظام، ومن ثم تحديد كافة البيانات وعلاقتها ببعضها والقيود المفروضة عليها. والقيود المفروضة عليها. 42: يقوم محلل النظم باختيار، لا المفروض دي باختبار حضراتكم، باختبار وليس باختيار. يقوم محلل النظم باختبار قاعدة البيانات قبل وضعها في مرحلة التشغيل. طبعا خطأ. ليه؟ عشان الذي يقوم باختبار قاعدة البيانات قبل وضعها في مرحلة التشغيل ده أحد أعضاء فريق إدارة قاعدة البيانات. عشان نتأكد من هذا من هذه الإجابة صفحة 25: إنشاء واختبار قاعدة البيانات قبل وضعها في مرحلة التشغيل، وغالبا ما يقوم بهذه المهمة أحد أعضاء فريق إدارة قاعدة البيانات وليست محلل النظم. كده الإجابة تمام. ننتقل لسؤال 49: الاستعلام هو تنفيذ عمليات على البيانات في الجداول لحذف سجلات أو تحديثها أو إنشاء جداول أو إلحاق السجلات بها. ده التعريف حضراتكم ده بالنص في صفحة كام؟ 38. الاستعلام هو كائنات لتنفيذ عمليات على البيانات في الجداول كحذف السجلات أو تحديثها أو إنشاء جداول أو إلحاق السجلات بها. يبقى كده إجابته تمام زي الفل. نكتفي بهذا القدر من تعقيبنا على مادة الأكسس، وده حضراتكم الجزء الثاني، وسنكمل التعقيبات في الجزء القادم بإذن الله تعالى. أتمنى أن يكون الشرح واضح ومفهوم. نراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.